ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. كشفت مصادر مطلعة أنه تم نقل 13 تلميذا يتابعون دراستهم بابتدائية بجامعة أنغال بإقليم الحوز بعد إصابتهم بنزلة برد حادة زوال يوم الاثنين 4 فبراير الجاري، نتج عنها ارتفاع درجة الحرارة في الجسم والغثيان. وأفادت نفس المصادر أن السلطة المحلية فور تلقيها إخبارية من مدير المؤسسة انتقلت إلى عين المكان على وجه السرعة، حيث جرى نقل التلاميذ صوب مستوصف بلدية أمزميز عبر سيارتي إسعاف قبل أن يتم نقلهم على وجه السرعة إلى مستعجلات مستشفى محمد السادس بمراكش. وأوضحت ذات المصادر أن الأعراض التي يعاني منها التلاميذ قد يكون سببها فيروس إنفلونزا الخنازير، حيث تم نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى محمد السادس من أجل إجراء التحاليل الضرورية ووضعهم تحت المراقبة الصحية إلى حين التأكد من سلامتهم الصحية. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.